شاب بعمر 19 سنة يتم حرقه من قبل هذا المجرم. الله يصبرك وفاضل. شاب بعمر 19 عام عنده توك توك يشتغل عليه على باب الله، تعرض هذا الشاب إلى وعكة صحية ما قدر يشتغل بعد، انطوا التوك توك هذا الشاب آخر من أقربائه حتى يشتغل عليها. بعد فترة تحسنت حالته فراد فاضل أنه يرجع التوك توك مالته، لكن يبدو أنه كان هنالك رفض من قبل الشخص الثاني اللي أخذ من عنده التوك توك. صارت المشكلة بين الشباب، ما رجع لبيته بعد مرور ساعات، تبين أنه يعني تم إحراقه داخل أحد المحلات ويا شباب اثنين أيضا. طبعا هذه القصة أصبحت ترند على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه هذا الشاب احترق داخل هذا المحل، لكن يعني حسب ما استفسرنا أنه تم إلقاء القبض على الجاني، والآن التحقيقات تأخذ مجراها. مراسلنا وليد الصالحي من كربلاء أعد لنا هذا اللقاء مع والدة الضحية، فلنشاهد. موضوعنا اليوم هو مثير للغاية، جريمة بشعة هزت محافظة كربلاء، شاب بعمر 19 سنة يتم حرقه. فاضل من أهالي التشاير في كربلاء حرق في منطقة باب طويريج جيليكان بنزين من قبل هذا المجرم. فاضل احكينا شنو اللي صار؟ قبل أسبوع هو مريض، كان مريض هو، تك تك مذبوبة هنا وشارعنا ضيق، جهل تلعب بيها شبنان طيناها، هذا واحد يعني بالولاية هناك عرف يعني شو مات، أخذها يشتغل بيها أقل أسبوع يعني 3 أيام 4 أيام. لما منا لما فاضل طاب قال أريد التيك توك مالتي، يوم ما أريد التيك توك مالتي، يوم السبت أنا أزور، أروح أزور كل سبت أروح أزور العباس، بذاك اليوم قال أريد أروح أزور وياك، يوم ما أريد أروح أزور وياك، قام غسل وبدل وطلع وياي، أنا وياه طلعنا جوا الجسر لقى أبو التيك توك، قال يوم هذا أبو التيك توك، هذا ابو التيك توك، قال يما هذا ابو التيك توك، راح عليه قال اريد التيك توك مالتي، قلت له انا اروح قدامه، قال روحي يما زوري، وانا هسه على مواصله التليفون انا وياك، رحت زرت ورجعت، هو اخذه وراح قعده بهذا المحل، بهذا المحل هم المجموعين به ما عرفوا هذا المحل ولا هو مسولف عليه، هو محل مال دراجات يصلح دراجات، صلح دراجات، وهو ما رايح لليوم ما رايح اليوم، ولا شايفهم ولا واحد يعرفهم من عنده أبد، قال له اقعد هنا أروح أجيب لك فلوس للسبوع وأجيب لك التيك توك مالتك عاطلة نصلحها، لما للتسعة بالليل يما أنت وين؟ قال يما هسه أجيب الفلوس وأجي، يا معود ليش ما ينطيني الفلوس؟ قال هسه إلا اليوم أجيب التيك توك مالتي وأجي هسه، صارت بالـ 11، قلت له أقول لك ليش ما تنطيه التيك توك وخليه يجي؟ كان يقول والله انت بطرانه خليه يشتغل وياك، قلت له ما يده يشتغل ما يده يشتغل، ويطبق التليفون، ومن الساعه ب 11 بالليل انا دق وهذا التليفون موجود واتصالات موجوده هسه لحد الان، من الساعه ب 11 بالليل لما للثلاثه بالليل انا دق، يعني اقول له وين وين اخر شيء، من الصبح اخذت اخوته ناس، انا رحت للمستشفى انا وابوه ندور ناس، اخوه هذا والثاني راحوا يدورون، اخر شيء رحنا للبيت مالتهم، ندلينا بيتهم، واحنا ما ندل يعني كل واحد ندلينا بيته بالولايه، قلنا له شو اسمه هذا وين فاضل وياه؟ شو يقول فاضل هو وياه اتصال وانا وياه للاربعه، وبعدين وصلته للبيت، وقلت له لا ما وصل للبيت ابد، ما وصل للبيت هذا التليفون، احنا ندق عليك، هو التليفون المن ما ندق على ابني، ندق عليه هو هذا ابو التيك توك، لان ابني انقفل اخذ التليفون من عنده، ما اخذ التليفون من عنده اتصال. طيب شلون علمتوا انه فاضل ثاني؟ قلت له ثاني يوم مو السبيت، هو كله بعد هذا الليل كله احنا مصباح الاحد بعد احنا رحنا يعني على هم بيتهم، طلعت لي امه كانت تقول هو اجى بثلاثه بالليل لهنا فاضل واجى بالاربعه، قلت له ايش يسوي يجي؟ كانت تقول يجي يريد التيك توك ويريد الفلوس، هو ابني هناك كل ساعه يشتغل ويقول له هسه جايه كل ساعه جايه، اخر شيء تقول هو طلع هو وياه. طيب من المتورط بعمليه الحرق؟ كرار هو هذا ابو التيك توك، ابو التيك توك، لان التيك توك مالته كانت موجوده هناك، هو اتفاق يعني مو بس واحد اتفاق، لا حرق بنزين ذبح عليهم قفاله من قدام، هاي التقارير اي المحل، المحل لا مقفول، قلنا المحل مقفول،
وذاب عليهم ومكتفهم جوا يعني. كم واحد حارق؟ هو عنده هذا كرار عنده ما ادري يعني هو ويا ما ادري يعني هو وهذا ابو المحل جوه ما ادري. وواحد ابو الثاني عنده هم شو اسمه هم محل هم على اساس يصلح دراجه هم اسمه فهد. ايش قردين هسه حجي؟ انا اريد دم ابني يطلع. اريد منه هو يرتاح وانا ارتاح. بس هي اريد. بس انا يعني سببي هسه وبعد اقول هو هذا سبب الوداه. الوداه هو هذا كله بدي يعني الليل كله انا عندي اتصال هذا تليفون موجود اتصال الليل كله من الساعه بالتسعه لما للصبح ثاني يوم الساعه بالتسعه ندق عليه. الله يصبرك وفاضل. نعم طبعا مثل ما شاهدتم واستمعتم انه هناك ضغوطات تمارس على الجهات الامنيه من اجل اخراج الجاني الذي يعني قام بحرق 3 شبان ليس فقط المرحوم فاضل يعني ابن هذه العائلة التي نتواجد في منزلها. هناك 3 أشخاص أيضا حرقوا داخل المحل يعني الذي قام بسك مادة البنزين وحرقهم جميعا. وهذه عودة للزميل مازن علوان.